السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أحمد من قناة نانو تي في. اليوم عندنا سامسونج تاب 4، بدنا نغير له البطارية. ها هي البطارية، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح. هيك بنكون فتحناه. بعد ما فتحنا التاب 4، بدنا نشيل الفليكس كابل 1 2 3، تمام. بنشيل اللاصق عنه، تمام. بهالطريقة هاي، هيك نحن بنكون شلنا. في عنا هون تبع البطارية، بدنا نفكها للبراغي. 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. هيك بنكون طلعنا البطارية. نجي للجديدة، نزلت مكانها 100%. هيك أخذت مكانها، نرجع منشيلها. بنركب الفليكس كابل. تمام.
المقله. تمام. على هيك بنكون خلصنا تركيب بطارية سامسونج تاب 4. إذا عجبكم المقطع ياريت لو تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لو ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم ناصر الدين أبو أحمد من قناة نانو تي في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت ورجيكم إياه بعد ما يشتغل. هاي هو اشتغل هون مثل الليرة، أموره تمام، كل الأمور تمام، خلاص ما تشغل نظامي. ومثل ما قلت لكم مرة تانية، يا ريت لو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم المقطع كمان يعني بارك الله فيكم لو تدعمونا بلايك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.